يقول لك هات لي
الكلمه فور عن سكشن ان سكشن ان 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 اوكي بنعمل ايه ولا شويه كود هنا ثلاث اربع اوكي عايزين نحسب ان هم ماشيين الفورم على سكشن ان سكشن ان ده اللي بعرفه ده بس مش مديك الدايمنشن اللي بتاع بتاعك يعني. حد بيقول لي مش عايز الدايمنشن فطبعا عايز. ليه عايز؟ لما اجي اخد الفورمال كده لازم اخد اعرف هو فين بتاع فين؟ طيب خلينا بقى ندور على حاجه ثانيه. طب اعمل ايه حاجه زي كده؟ اول حاجه بدل ما تسيب لي ورقه لازم اهم حاجه فيك اعرف هي مش هتسيب. الريتس بتاع بالك. الريتس بتاع بالك بكام؟ ان هو ريتس ده هو اللي هيحل لك الدنيا. طب هو فين الريتس؟ الريتس اللي كان هنا هنا ده السبب. المسافه دي كام؟ دي ار صح ولا لا؟ ودي كام؟ ار صح ولا لا؟ ماشي الكلام كده مش كويسين. طب وبعدين؟ اعمل ايه؟ تعالوا نشوف المثلث ده كده. دي كام يا مش كويسين؟ دي ست. دي كام؟ كام حته دي؟ دي كلها ار كام؟ ثلاثة يبقى كام؟ ار ناقص ثلاثة. المثلث ده في كام موجود؟ المثلث في الأرض الزاوية؟ واحد بس اللي هو الأر، إيه المعادلة بتاعته؟ يبقى أر سكوير بتساوي أر ناقص ثلاثة كل سكوير كان كام؟ ستة سكوير. ماشي الكلام كده؟ يبقى أر سكوير بتساوي أر سكوير ناقص ستة أر. ماشي الكلام كده؟ نعم. زائد 9 زائد 36 اوكي من هنا نطلع مني مش ار سكوير هتطلع ار سكوير دايما وهتلاقي 45 على سكوير وات ايفر يعني طلع مثلا سين اي حاجه 7.5 ماشي الكلام كده كده جبت الريسك طب في اي مشكله دلوقتي طلع ده بيساوي كام؟
دي في dimension اي dimension اهو اي ارقام 10 و 10 هنا ده ارقام كي طالب بتحصل على سيكشن خلينا هنا سيكشن كي على طالب السنه هنا كام 4 عايز احسب تقدر تبص على ايه اللي هو ده اللي شفت اول حاجه اشوف السنه السنه في مكان وبعدين دي كده ودي دي ار ودي مين كمان دي هي نفسها الاب
ان مربع ناقص ثيتا ان. طيب كروس سكشن ان ها هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ثيتا ان بتجيب ثيتا ان ثابت، دي كلها بخمسه صح؟ بتجيب كام؟ اثنين مش كده؟ يبقى ساين ثيتا ان بتساوي اثنين على خمسه بوينت فور، يبقى كوساين ثيتا ان بكام؟ طب عايز اجيب كمان الواي بتاع السكشن ان بتاع واي ان بتساوي كام؟ واي ان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا اتش ماينس ار في 1 ماينس كوساين ثيتا ان. فانت عندك الخط هنا في 9 على 6 الاتش ده بتتفاعل هو بتاع اللارج كول كبير وطلع مننا 150 الواي هيطلع الواي بتساوي 1.5 8. طب حلو قوي لغايه دلوقتي. نعمل اللي بعد كده. عايزين نحسب الرياكشنز. اوكي طب تعالى نحسب الرياكشنز. عندنا كام رد فعل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب نعمل ايه؟ خد من هنا طلع مني بس خمسين الولد بس مش حبة دول اثنين في أربعة كام؟ بثمانية بس ألف بس ها؟ حبة دول ايه مش ايه؟ ايه؟ 8 اتقسط في النص، 2 في 4 اتقسط في النص، ولا اتقسط 4 مش تحت. كده الانديكيشن بيقول على الوصول. طيب تعالى نقول لهم هنا. ايه؟ هو في مقاسات ناقصة؟ لا ما فيش مقاسات ناقصة. اه في مقاس ده ومحدود امتى واحد منهم. ممتاز. دي مقاس ده. لازم اي نقطة سيكشن على الارش لازم يديك الاكس واي بتاعته مش هتعرف تبدأ تحط له. طيب خد من هنا 8 2 3 10 كام 10؟ زائد 6 في 1 6 في 6 في 1 ال 10 دي مش معروف الاكس بتاعتها كام؟ طب نعمل ايه؟ انا مش عارف الاكس كام مش عارف الاكس كام مش عارف المجموع دايما الارش يبقى التركه ان هو بيجيب لك دايمنشن ناقص اي قوه او اي سكشن يبقى معروف يا ارتفاع الواي يا بعد الاكس وانت المفروض ان حضرتك تجيب البعد ده طب تجيب زي ما قلت يعني هو اللي عندك الدنيا مش ناقصين الارتفاع وصل دي فين؟ كام المسافه دي؟ دي خمسه صح ولا لا؟ قال المثلث بتاعنا انا عايز اجيب المسافه دي بس مش عارف اوكي كام الارتفاع هو؟ كام؟ سهل جدا مش عارف شو المثلثات بس ده كله كام؟ دي خمسه صح ولا لا؟ ودي واحد ودي كام؟ اربعه اربعه دي أربعة، المثلث في نص الحياة اللي هو كام؟ خمسة أربعة دي كام؟ بتلاتة أنت عارف السكشن إن ده المسافة دي بتاعته كام؟ فلما أجي أخد العدد هنا هقول والله 8 في 2 زائد 10 كام؟ في 7 مش كده ولا لا؟ 6 في 1 طلع 150 الواي اللي هنا تطلع الواي اللي هنا ب 11 ونص من سيجما واي تطلع من 6 ونص طب اعمل ايه بعد كده؟ هاخد صح؟ هطلع الاكس تطلع ب 11 ومن سيجما اكس تطلع الاكس ب 5 طب كده جبنا الاكشن عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين عن سيكشن ان نحسب الارتفاع الفرصه حد يقول لنا ها؟ سيكشن ان اعمل ايه؟ احسب من يمين ولا من شمال؟ اختار مين؟ الشمال اوكي؟ ماشي طيب حبه الاسبوع ده هنخش احنا في نص الاسبوع ده طب حصلين القوه الراسيه والفقريه الراس كام؟ 6 ونص حبه النوتن بكام؟ 2 في 2 ب 4 هنا يبقى 6 ونص ناقص 4 كام؟ 2 ونص طبعا صح؟ طب القوه الافقيه مش الخمسه دي سيتا بتاع سيكشن كده السكشن اللي احنا بنحل العمل طب التحليل بقى ها في قوة رأسية هتتحل المربعتين وقال دي شيء وعمل مربع القوة الرأسية دي شيء كام؟ تفاعل 2 ونص في في كوزاين سيزا 2 ونص تفاعل تعالى أو تعالى 7 على طول أصلا 2
الديزاين هتدي لك 2 29 اوكي وهتدي لي دي نقطه في الديزاين دي 1 الكور بتاعك دي هي تشيل ايه ساين هتديك 2 وهتديك هنا 4 من 5 8 اللي هي طيب السكشن ده كده من الاخر نورمال عند السكشن ان بتساوي نورمال عند ان بتساوي ضغط كام؟ 5.5 ماينص 5.5 طب والشيل عند ان بتساوي كام؟ 229 ناقص 2 يبقى 0.29 طب والمومنت عند سيكشن ان بتساوي كام؟ مش هحسب بالشكل المتحلى هحسب بالشكل الاوريجنال كام الشكل الاوريجنال؟ تمام؟ بس حتى كل المومنت 6.5 2 ماشي؟ ماينس 5 في 1.5 8 اوكي؟ زائد ناقص ماينس 4 في كام؟ يطلع زي ما يطلع يطلع بواحد وواحد في طرف حتى في النص هو في الفرق الوحيد بالظبط بس الفرق الوحيد السيت عندك تغير السيت طبعا سيكشن ام حد يعرف يكتبها لنا في الفرصه سيكشن ام ده هنا بعد ال 10 وال 6 يعني لو حسبناها من تحت اليمين هيعدي ازاي؟ هيعدي ازاي؟ يبقى كل اليمين حد يعرف تصميم الاحلام في اليمين؟ قوه تصير كام؟ 1.5 طالع لفوق. قوه الافقيه 5 تحت الاشكال. ودي السيتا بتاعتك دايما بناخدها على مين؟ على الوسط. ساين السيتا بتاعتك بكام؟ بخمسه بكام؟ زاويه الانحناء يعني السيتا ام بتاعتك هي مثالي دي تقريبا اللي هي 3 على 5 ساين 3 على 5 وكوزين 4 على 5 هنحدد ده ده يتحدد واحدة واحدة وده يتحدد واحدة كده واحدة اوكي احنا حافظين بقى الكلام بتاعنا دي 3 ودي 4 ودي 1 و 2 و 1 و 9 و 9 1 و 2 بالعبقرية بتاعتكم اللي لم يشهد لها حتى الآن بكام يوم يبقى 4 مونت 4 9 10 كام الشيل؟ 3 ناقص كام؟ 1 2 3 كام المونت؟ نقف هنا بنحسب دول مش هيخشوا معايا في بحث ليه؟ بس عندهم مين اللي هيخش؟ 11 ونص المسافة دي دي كلها 4 3 المسافة دي كام؟ 1 واحد ماينس 12 في واحد يطلع صح ولا مسألة ثانية ولا خلاص؟ غلط. على نفس الكلام؟ لا مش هقول مسألة ثانية. هي نفس كل اللي كان في المنزل مسألتين أصلا يعني الدرس ده دكتور بهاء بيديك محاضرتين أنا شايف عليه نص محاضرة كافية. هنفتح حاجة ثانية اوكي بارابوليك مش أسهل بقى بجد. كل سنة اختار يا إمام محمد صعب يا إمام محمد الحاجات دي يا صعب يا سنين طويل سهل وصعب شكرا طب سهل طويل سهل طويل ما انا بعمل سهل طويل احسن من الصعب والصعب لان غير ما لو ما عرفتش تحل ما انت الوقت مش قيمه يعني سهل طويل لا انا بس كل القصه بس ما اعرفش مشاكل دماغي يا ريت مش هتجيب حاجه صعبه مش هتجيب صعب بس هيبقى مش يعني الحل بايده اعرف تاني خلاص الامتحان كله المعوق هل ده مش حاجة لا بس احنا ما عندناش وقت احنا عامل بنبص على الجامعة ايه ده؟ لا
فايدة طويل بقى ترى كده كده فايدة أصلا. لا لا امتحان عشان انا مش بمتحن انك تستخدم الكمبيوتر ازاي، انا بمتحن انت تفكر تحل المساله. اوكي مش ان انا اضيع وقتك كده بس انت ده الدور. لا كان فيها احمال قد كده عشان عايز تشوف هتكسب صح ولا غلط. ده رسم ديجرام، ديجرام ده فيه احمال، لازم فيه احمال. لا كل واحد من ده ايه؟ كل الاكشن جيد. طيب مسائل الديجرام في الاكشن جيد كتير عشان محدش يخبط في الاكشن بعد كده يعرفوا في الدايجرام. نعم انا ما يهمنيش السكيل قد ما يهمني حاجتين، ان تركب القيم بتاعتك اوكي، وقيم البرابر ده بيقول لي سكول على 8 ده بيقول لي سكول على 9.3 اجيب مثلث اوكي. ايه ما هو مسافه الاكشن مسافه الدايجرام ليه ما مسافه الاكشن مسافه الدايجرام؟ هنشوف اللي حصل دلوقتي حتى الساعه ونص الساعه ونص مسافه الاكشن مسألة الواحدة؟ يعني بس مش حاجة أقل إن أنت محتاج بس حل إيدك هتعرف إنك أنت حل فاهم. اوكي؟ انا ما معيش دبل. بس ما حدش يجي من غير ورق، ما عندناش ورق ايه؟ من مين؟ نص الكاستين. من اي بس يعني من اي اصل هيجي بعد كده في الفريمز. يعني هيخش بس وبيعمل. لا بس النادي بيجي بعد كده في وسط الفريمات. يعني زي ما بيقولوا عشان بعد كده ما تقولش فريمز. Yeah.
بتعمل ايه في الكورد سيستم؟ بتحط القرش اللي في الكورد سيستم، يعني ده ده خالص بدون ده من الوضع. وبعدين بنجيب معدل عمل القرش ده. ايه معدل العمل؟ ده بتاع الدرجه دي. ثانيا هنقول الاكويشن اوف ار يساوي واي يساوي اكس تربيع بلس بي اكس بلس كام؟ سي. دي معدل عمل الدرجه الثانيه. كل اللي عايزينه عشان نعرف السبب دي في سي، اوكي؟ نعرف ايه؟ نعوض في نقط موجود معروف الاكس والواي بتاعتها في الطرش. دول ثلاث ثواني فاحنا محتاجين كام كام نقطه؟ ثلاثة. في ثلاث نقط عندنا معروف الاكس والواي بتاعتها. في ادي واحده ادي الثانيه وادي دي الثالثه. هتكون كده الاكس بيساوي صفر، ال صفر، واي صفر، ده النقطه. فلما تحط هنا صفار صفر يساوي صفر سي كام؟ زيرو. سي صفر زيرو. طيب هتطلع لنا سي صفر، اوكي؟ طب النقطه الثانيه فين؟ اللي في النص الاكس بيساوي 8 واي بيساوي كام؟ 4. هعرف في المعادله 4 بيساوي 8 سكوير ثمانية. واي 4 بيساوي ايه؟ 6 سكوير يعني كام؟ اكس كام؟ اكس 8 4 6 دي ايه؟ بلس 8 دي معادله مين؟ ايه ودي صح ولا لا؟ طيب محتاجين كمان نقطه الاكس بيساوي 16 واي بتساوي كام؟ 0 صح ولا لا؟ طب واي بتساوي 0 عوض المعادله دي 0 بيساوي 16 سكوير. 16 سكوير بتطلع في كام؟ 256 الى 256 ايه؟ بلس 12 دي معادله 156 معادلتين في يوم. نضرب دي في كام؟ ماينس 2 ماينس 2 ماينس 2 نضرب كلهم مع بعض ونطلع 256 الايه هتطلع بتساوي ماينس 2465 والدي هتساوي كام؟ هتساوي واحد. طب كده المعادله بقى بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ واي بيساوي اي اكس سكوير يعني تساوي 1.0625 اكس سكوير بلس كام؟ بلس اكس. دي المعادله العامه بتاعت القرش. المعادله دي انت حللت في ايه بقى؟ المعادله دي تحط الاكس بتطلعك مين؟ الواي. تحط الواي بتطلعك مين؟ الاكس بتحلل بصفر. يعني مجرد ما تكتب المعادله دي اي نقطه على الارش زي الارش انت عندك المسافه دي النقطه دي على بعد اكس 4 عايز تجيب الواي بتاعتك كده ازاي؟ هتعوض هنا اكس كام؟ 4 طلعت الواي بتاعتك بالحل بصفر. طب ناقص حاجه كمان، ناقص عند اي سيكشن نجيب مين؟ سيتا اللي هي مللي مقاس. نجيب السن والسن والسن بالظبط كده. دي المعادله بتاعت الكيرف. كان سيتا عباره عن ايه؟ الديفرنشيشن بتاعها اللي هي الواي باي دي اكس اللي هي عباره عن سالب زيتا تساوي كام؟ الرقم ده بيبقى كام؟ 2 هيبقى ماينس 0.125 اكس بلس كام؟ 1. وانا حطها في فورمولا كده بس عشان بس مش عايزين نقعد نسيب حرك السالب وليه؟ تقعد تلف حوالين دي المعادله بتاعت تان زيتا. طب عايز تجيب الزيتا عن اي سيكشن في المساله تعمل ايه؟ تعوض مين؟ الاكس بتاعتك. يعني عايز من السته بتاعتي اعوض الاكس كام في المعادله دي؟ برضه. اوكي؟ طيب بعد كده خلاص. بعد كده عايز اعمل ايه سيكشن تحسب الانترنال فورس وتعمل ايه يا باشمهندس؟ هتروح جاي تحصل كل ده على شمالك ولا على يمينك وبعد كده تروح عامل ايه؟ حلله وتكتب الكوساين اول مره كمان. اوكي؟ يا مره ثانيه كل القصه معقول الفاش بكل بساطة أسهل من السن الأرش مليون مرة. بعد إيه؟ بعد معادلة عامة للأرش. واي تساوي إكس سكوير بلس بي إكس بلس سي. ناخد الأرش بتاعك في أول مين؟ في أول بتاعك. وبعدين حوض الثلاث نقط معروف في الإيه؟ إكس وواي بتاعك. بيطلع لك السواد إيه وبي. دي المعادلة بتاعتك اشتقها مرة يجيب لك إيه يا باشمهندسين؟ تنزيل. خلصت؟ خلصت المسألة؟ ما ينفعش أعمل كده أول لا
طبعا
طب وبص التلفزيون تمانية مرات يتوزن على بعد الساعة ونص للنص كام ده الساعة؟ نفس القصة مش عارف الواي لازم كده يبقى في الواي بتاع النص الواي ده يبقى ازاي؟ اخد الاكس كام؟ واحد ونص ده زي ما ماشي الكلام كده فعلا